ناس في الانتاج مثلا. لكنك اخذت مستحقاتك رغم انك كنت قاعد في البيت ولا اخذت نصها وسبت نصها؟ يعني اداره سموحه كانت جيده في التعامل معك؟ لا ما كانتش جيده. ليه بتتكلم على الكابتن حسام كويس ما بتتكلمش على الاداره كويس؟ ما انا الاداره الناس الباشمهندس فرج عامر راجل كويس. رحت خدت 50% او 50% تاني. انا ليه بتكلم من وحش؟ عشان لقيت العقد اصلا ملعوب فيه. ملعوب فيه ازاي؟ يعني انا مثلا باخد 500,000 جنيه لقيته 250,000 جنيه. ما هو ازاي ما اقدروش يلعبوا فيه الا بالحاجات اللي انت موقع عليها؟ ازاي انا موقع على بياض؟ وانا بقى صافي النيه اهو. انا وقعت لك على بياض. بس راجل كبير زي المهندس فرج مش ممكن ما يكونش الباشمهندس فرج. ممكن يكون الناس اللي بتاعه الاداريين مثلا. بس الاداريين كمان ناس كويسه بصراحه. انت عملت ممكن مين مسؤول ايا كان هو مين اللي كان مش عايز اذكر اسمه بصراحه. هو اللي عمل عقد. ممكن اصلا الباشمهندس فرج ما كنتش عارف حاجه عن الموضوع. بس انا اتفقت على حاجه لقيت الحاجه مكتوب نصها. وفي لعيب دلوقتي بيمضي على بياض لسه ولا خلاص؟ انا بقى بص يا كابتن شوبير انا اتفقت. عندك وكيل لاعبين وكيل اعمال. انا اتفقت انا معايا بصراحه معايا ميدو حزين وسيد مرعي. دول طب دول ده ناس رجاله جدا جدا وانا بحبهم جدا وفعلا وقفوا جنبي جدا جدا جدا. ما حطوش ارقام؟ ما هم حطوا بس العقد ممكن يكون اتلعب فيه. اصل بص يا كابتن شوبير انا اتفقت على رقم. تمام. والوكيل بتاعي اتفق على الرقم. تمام. انا غلطان اللي انا مثلا ما ايه ما بقتش رزل. لا العقد العقد اتكتب في وانا واقف. انا في حاجات كده بشوبير ما بحبش اللي انا خلاص يعني ثقه بينا وبين بعض. انتوا ناس محترمه وانا لعيب كبير وخلاص الموضوع منهي يعني. لقيت العقد مكتوب في نصه.